يعيشون في خطر. الجفاف والفقر يهددان حياتهم، الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم. يمكنك إنقاذ حياتهم. زكاتك تصل إليهم في 44 دولة لتكون غذاء، علاجا، عملا. قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك في أيد أمينة. يعطيكم العافية وسلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم معي الدكتور عبد الله. أهلين دكتور. هلا هلا دكتور، كيفك؟ شو أخبارك؟ أخبارك الله يسعدك إن شاء الله ويخليك يا رب. موضوع هاي الحلقة موضوع يمكن العنوان شوية مبهم، لا أنا ولا الدكتور عبد الله مستشارين هجرة، لكن أنا والدكتور عبد الله وغيرنا من اللي عايشين في كندا وصلنا أسئلة كتير عن كيف أهاجر على كندا وأهلنا وأصحابنا. وللأسف للأسف للأسف اللي بنشوفه على السوشيال ميديا من ضحك وكذب يعني مخزي مخزي مخزي. فحبينا نعمل هاي الحلقة كتوعية عن موضوع النصب اللي بيصير على السوشيال ميديا. عملنا سكرين شوت حنقرأهم إحنا وياكم وحنوضح لكم وين الكذب وهل فعلا في إشي زي هيك، عشان تكون هاي يعني هاي المسج توصل من سكان كندا للجميع. احنا مش بنكره انكم تجونا، بالعكس ما حب علينا يكونوا اصحابنا جنبنا، اهلنا جنبنا، حبايبنا جنبنا. واتوقع دكتور عبد الله بوصلك اسئله زي هيك كثير صراحه. لسه قبل يومين اجاني تلفون على نفس الموضوع، وامبارح شفت اليوم الصبح كان واصلني مسج على الاذرز على الفيسبوك على نفس الموضوع طبعا، وشبه يومي تقريبا صراحة. يعني حتى صار تطور شوي النصب، بيحكوا معك تلفون بصير بتمسحوا منك الفيزا والكريدت كارد، حتى بالأردن مثلا وناس بالخليج كذا حكوا معي، وبتتطور شوي انه بعطيك جزء من الحقيقة انه انت حتدفع كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، بس يسحبوك شوي هيك غلطت اعطيتهم الماستر كارد او الفيزا راحت عليك. طب دكتور عبد الله بيسألك أصحابك، أنت بيسألوك بدنا نطلع على كندا، بتقعد تحكي لهم القوانين اللي أنت بتعرفها، بقول لك يا زلمة أنت معقد الموضوع، فلان فلان بقول لي غير هيك، بحكي لك هاي هي يعني أنا عانيت فيها مش فقط بكندا، حتى أحيانا يوم كنت في فرنسا مضيت يعني عمر طويل في فرنسا بالدراسة، نفس المبدأ إنه ابن عم خالة جدة أبوي إله صاحب موجود هناك وحكي له إن الموضوع هيك. يعني أنا عايش هون وعارف وأنا ماشي على الإجراءات هاي. يعني أنا كدكتور عبد الله أنا جيت مهاجر، فأنا مشيت بالإجراءات بدون محامي بدون إشي step by step. يعني ممكن إني أبعثه بالبريد مش أونلاين كمان، فأجي بحكيك أنت بدك تعقدها. فأنا صرت مباشرة صراحة بعد ما صارت إنه النظرة السلبية إنه هو طلع بتهوش نطلع، فصرت أحكي صراحة بالبداية بدك أحكي لك الصح 100% وتزعل أو لا هذا برجع لك. انت حاكي معي معناته بدك الصح، اذا بتكيش الصح تحكيش معي تسالنيش وانا بعطيك بالبراهين والادله، بعطيك الموقع الكندي بالنهايه صرت اعطيهم موقع وزاره الهجره والتست الايفالويشن هاب. يا عمي انت شوف دبر حالك. فبوصل صراحه كثير وما بيقتنعوش الناس، ما بتقتنع يعني انه هذا موضوع نصب، ما بيقتنع انه انت معقد الامور، انت كذا انت كذا. هاي مشكلة. يعني احنا بقين نرجع بنحكي لا انا ولا الدكتور عبد الله مستشارين هجرة، احنا طالعين بس نوعي الناس عن النصب. صراحة احنا جهزنا شوية سكرين شوتس لبعض الشغلات اللي ممكن تجدوها بوستات على الفيسبوك. تفضلوا هالبوست، تفضلوا يا جماعة واقرأوا معانا. واحد اسمه وحداوي ربيعه، يعني حتى الاسم مشكوك بامره بجيب جنحة. طلع للأخوة السوريين والعرب، يعني
والله ما بعرف يعني إشي محزن. السوريين والعرب كلهم يمكن وضعهم معظمهم وضعهم المادي سيء، لما تيجي تنصب عليه والله يعني اسرق من الأغنياء صير روبن هود، ما تسرقش من الفقراء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا. طلع شو بسوي لك هذا الزلمة، معاه ما شاء الله نقرأ مع بعض ما شاء الله كل الأختام، هويات وإقامات وشهادات سواء أوروبية مش عارف كم دولة، حاطط علم أستراليا بس يلا ما هو أوروبي مش مشكلة. جوازات سورية وهويات سورية، ورقة أمنية من أجل الحصول على اللجوء، شهادات جامعية من دمشق وحلب بكالوريا، تاسع مع كافة التصديقات مصدقة جاهزة بتجي طبعا، شهادات سواء عمومي خصوصي دولي دراجة نارية، أو أوراق لم الشمل إخراج قيد بيان عائلي عقد زواج غير محكوم، شهادات حرفية إخراج قيد بيان ولادة بيان عائلة عقد زواج لحكم عليه بيان طلاق وصاية شرعية، ما شاء الله وزارة كل الأختام ما شاء الله، بيانات مش عارف شو، ترجمة كل اللغات، طيب تصديق من الخارجية السورية، شهادات جامعية، كشف علامات مصدق، شهادة فخرية جدارية تمام، كشف علامات، شهادة بكالوريوس قديمة وجديدة، شهادة تاسع معاهد متوسطة، هاي الواتساب تبعه طبعا، على الواتساب الزلمة شغال، يوجد لدينا كافة المعاملات، جوازات عربية كمان بيعمل لك جوازات عربية، ويوجد كافة التصديقات. اسمع اسمع هل اسمع بالله، لسنا الوحيدين ولكننا الأفضل والأرخص والتوفيق من الله سبحان الله للتواصل حصرا واتساب. يعني أنا بدي أحكي الله لا يرده، يعني صراحة يعني أنت شو رأيك؟ والله صراحة يعني مش عارف، لو أنه شخص شوي بدلطن يعني، معقول في إنسان بيقرأ زي هيك إشي بصدقه؟ أنا عارف أنه الإنسان يعني الناس حالتها صعبة، ناس كثير ببلادنا حالتها صعبة، وخاصة مع الكورونا كوفيد زادت والوضع الاقتصادي صعب، وبدهم بس ريشي زي ما بيحكوا يتعلقوا فيها، وفي ناس يعني كمان ما عندهاش ممكن العلم، يعني ما بتعلم، ممكن أنا أنت طلعنا لفينا كذا دولة بالعالم نعرف شوي شوي قوانين دولية، نعرف كيف بيمشي الأمور، في ناس ممكن ما عندها الإشي هذا، يعني ممكن المرة تبيع الذهبات عشان إيش تأمن أولادها وكذا، بس إنه يعني درجة النصب والاحتيال لهالدرجة هاي يعني ما بدري. يعني أنت معك شهادة دكتوراه، يعني هو بده يعطيك شهادة دكتوراه هيك بس بختم مباشرة، طب أنت كم من سنة قاعد مقاعد الدراسة؟ 27-28 سنة؟ فهو بده يعطيك إياها بس مجرد بختم، وطبعا مزورة، يعني زي ذكرني موضوع هو مضحك، يعني عن جد مضحك، يعني انتشر على الفيسبوك بديش مدى صحته، إنه واحدة على أساس تطلع من الأردن بتاع طلب تاع الكورونا، فحص الكورونا، معطينا فحص السيارات تاع الأردن، Oh my God. بجيب جواز سفره بتقدمه قاعد إنه هاي فحص السيارات، فكان إشي مضحك، يعني هي منتشرة الله أعلم مدى صحتها أو دبلجة أو كذا، لكن يعني إشي مضحك إنه كيف الناس تستهزئ يعني بالآخر وكذا، يعني مشكلة بنصبوا عليهم هدول يا حرام الناس، يعني بيدفعوا يمكن من قوت أبنائهم، آخر شيء يقول لك التوفيق من الله، يعني التوفيق طبعا أكيد لازم هاي التجارة بالدين ما عنها أكيد. الشخص اللي حكى معي قبل يومين فاستغربت أنه بحكي لي بدي يعني إشي طارئ، إذا ممكن أحكي معك، قلت له أنا مثلا لبكرة أو كذا، لأنه شوي بالشغل حاليا معجوب شوي، قال لي هذا، فأخذت استراحت الشغل حكيت معه، فبحكي لي أنه بدورين علي اليوم، قال مستلب يعني ماسكني بده يضل يرن عليه، فبحكي انه بظهر عندي انه الرقم يعني ما في عمليه نصب كيف عن طريق ابس معينه، بس يطلع يجيك الرقم كانه جاي من كندا، مزبوط. بحكي له كمان انه لازم تدفع بالدولار الامريكي وليس الكندي، طيب بحكي له انا سالتوش ليش، يعني طيب ليش طيب كان انت مهاجر على كندا بده يهجرك على كندا، طب ليش الدولار الامريكي، يعني ليش الامريكي، فحكي له لانه الدولار الامريكي يعني عالمي اكثر ومشهور اكثر، يعني يعني حتى انت بدك تنصب، طب عمي اشتغل الموضوع صح صحيح. في مكاتب بقول لك فتحت للتسجيل وقالت انها موكله من منظمات في كندا،
وهم عم يسجلوا وعم يقولوا انه لينزلوا اسمك على موقع السفارة، وبعد ما عاد الون دخل شيء الهم دخل شيء ما الهم دخل شيء، وقال انه الحكومة الكندية طالبة 1,200,000 لاجئ. طبعا هذا الموضوع يا جماعة، سوري، هذا الموضوع اللي بنضحك على الناس فيه. انا بس بدي اوضح شوية سريعا، كندا إلها كوتا كل سنة بعدد المهاجرين إلى كندا وليس اللاجئين، أوكي؟ من ضمنهم اللاجئين. عدد المهاجرين إلى كندا في عندهم كوتا كانت لا تتجاوز 250,000، رفعوها إلى 300,000. الآن قرروا إنه خلال 3 سنوات تصير 1,200,000، يعني 400,000 بالسنة. يعني ما زودوا كتير، زودوا تقريبا 20-30% من الكوتا اللي موجود. اللي بيصير انه هذه الكوتا للأسف السنة الماضية بالكورونا ما قدروا يحققوها بسبب عدم اعطاء الفيز، فقالوا انه بدنا نعوض هذا في الـ3 سنوات القادمة. فالموضوع هاي الكوتا للمهاجرين اللي من ضمنهم مهاجرين رؤوس الأموال ومهاجرين اللي بيهاجروا من داخل كندا اللي هم بعد الدراسة، والمهاجرين اللي بيهاجروا الخبرات اللي هو إكسبرس إنتري اللي هم الشهادات والهاي اللي هم معظمنا طالعين عليها، واللاجئين. يعني اللاجئين أعتقد بالسنة كندا بتأخذ 30,000 واحد، فلما يقول لك طالبين 1,200,000، ها شوف الجريدة 1,200,000 للجميع بثلاث سنوات مش بسنة كمان، وما توقع إنهم يا فطلع كيف بنصبوا على العالم، بيستخدموا هذه بيستخدموا زي ما حكيت جزء من الحقيقة على مبدأ ويل للمصلين بوقفوا. لا والله المضحك المبكي أحيانا يعني بقرأ بتعليقات أخونا عمر، فالمضحك إنه صح. فأنا مرة أحد الأشخاص حكى معي إنه بقول بحكي لي إنه أنا حب هاجر، بحكي له ترى في شروط وكذا كذا كذا كذا، يعني بغض النظر عن شو المستوى التعليمي او شو، بحكي له في شروط، يعني ما بده اي واحد اقل من قيمه شخص معين. فبحكي طب ما انا حجيب له 5 اولاد، انه انا عندي 5 اولاد اجيب له 5 اولاد، اجيب لهم 5 اولاد يعني. بقول له طب شو المشكله يعني الاولاد؟ بقول طيب افرض ان انا هاجرت وجيت هاجرت، قديش حيعطوني بالشهر؟ بقول له ليش تم يعطوك مثلا بالشهر مصاري؟ فبيحكي لي انا جاي وجايب لهم اولاد، وهم بكسروا عدد، يعني الفكره بكسروا عدد سكان كندا، وان جايب لهم 5 اولاد برضه اقدر اجيب لهم كمان دزينه. شو بدك تحكي يعني؟ هذه في نقاط وكذا يا هاي فكره غلط، يعني ما بعرف تفكير يا اخي غلط. اللي مفكر من البدايه هيك بفشل هو وعائلته للاسف. طبعا يعني بضحكوا عليهم والله يا دكتور، انه يعني كثير يعني هاي زي الإعلان هذا الموجود، أنا قرأته بأحد الصحف إنه جاني بعديه تعليقات إنه كندا طالب السنة هذه 1,200,000 لأنه السنة الماضية كان كورونا، وإنه كان كذا أو لا، وبحفظوا لك بعض أسماء مثلا جزيرة برنس إدوارد طالب عدد كبير، لأنه فيها يعني تلاقي واحد قرأها معينة معلومة معينة، أو مثلا زيك بعرف شخص حكاها معلومة معينة، فبيأخذها من خارج السياق وبنشرها. فما يعني بدي أركز على هذا المنشور اللي وصلني من الأخ سامر، طبعاً الله يعطيه العافية المهندس سامر، بقول لك واحد بعت له إياه، فيش مكاتب بتسجلك في السفارة، السفارة بتأخذ الأسماء من الأمم المتحدة، فعشان ما يضحكوا على اللاجئ وكله ضحك هذا، إنه بسجلك بالسفارة وما إله خص بضحكوا عليه. شوفوا هذا من الفيسبوك، الهجرة والعمل في كندا Immigration and Work، تأشيرات عمل ووظائف انضمام، هذا جديد 16 ديسمبر قبل يومين، عاجل عاجل جدا بالهاشتاج. كندا تعلن فتح باب الهجرة ل 2021 بدون اشتراط عقد عمل أو لغة. يا حبيبي خلاص بيفتحوا الأبواب هم أصلا. أوكي، في ندوة صحفية سابقة أعلنت مدينة موردن بالعربية موردن الكندية إلى حاجتها لليد العاملة الماهرة، وفتحت مدينة موردن باب الهجرة إليها بشروط ميسرة لم يسبق لأي دولة أخرى قامت بهذه التسهيلات. شو رأيك؟
شو بدنا نحكي يعني؟ أول شغلة مش عارف شو كلمة انضمام هي هاي، شو داخلي بالموضوع، مش عارف شو بتسوي بالعنوان. فلا وكتبت لك إياها بالإنجليزي كمان، immigration and work. فوالله صراحة يعني في ناس بتصدق، هاي هي المشكلة يعني اللي بزعجك أنت، إنه في ناس بتصدق وبس تجي تحكي تنصحها صح بزعل منك، أو بصير يحكي أنت بتكيش، أو أنت بتكيش تساعد، أو زي ما حكى صديقنا يوم بعد إنه أنت تكسر الباب وراك، تكسر صحيح. السلم وراك. فيعني كيف تعلن؟ طب هي يعني أنا هاجرت قبل فترة، وقبل سنتين أو ثلاث ساعات إنسان تعبيت الطلب، يعني ما حوش الباب بغي يدفع للمحامي، قلت له يعني فرنسي تقرأ إنجليزي نتساعد سوا، بساعدك بالمعلومات لله. فيوم لاحظت الشروط يعني شوي مصعبينها أساسا، يعني هلأ بس تفوت تعمل تيست مجرد الإيفالويشن العادي، أنه صاروا يشترطوا الآيلتس بعلامة معينة فوق الخمسة توقع، صاروا يشترطوا أصلا بعض المهن المعينة، يعني في شو ما كان معك خبرة بمهن معينة فوق الإشباع ما بدنا إياها، يركزوا على كذا مهن معينة. يا دكتور يا دكتور ليش معقدة هاي؟ هذا بيجيب لك إياها بدون عقد عمل ولا لغة يعني. وموردن أنا والله صراحة ما عمش سمعت وين هي مدينة موردن، بس تعال أعتقد في مانيتوبا هاي المدينة. مانيتوبا أوكي. هي برنامج بس يعني شوف النصب، لو أحلى إشي أعلنت مدينة موردن بالعربية، جزء قناة العربية مش عارف هو العربية ولا باللغة اللي بيحكوا عربي يمكن صار. ممكن يعني باللغة طيب. العرب طبعا طبعا طبعا. خلينا نشوف اللي بعدها برضو. طريقة هيك غريبة، كل التفاصيل وطريقة التقديم من خلال هذا الموقع بعيد عن كل الطرق الزائفة. شوف هو يعني حتى بقول لك مطلوب في سنة 2021 مليون شخص، هذا مخففة، هذا حكى انه مليون مش مليون و... هذا اللي وصله بطريقة قانونية ومجانية ببلاش كمان. بس تعال شوف دخل شهري يفوق $3,000 ستحصل مجانا على عمل وفيزا وسكن وتأمين، فقط قم بالتسجيل وسوف نتصل بك في نفس اليوم، يتم قبول جميع المستويات ولا يهم اللغة والسن. كل هذا شوف شوف مجانا، ولكن العرض محدود. يا زلمة والله احنا زعلانين لله وللوطن، هذا بيشتغل ببلاش يعني. شوف شو رأيك؟ مش داري صديقي الحكى معي قبل يومين حكى لي انه زي هيك بالغلط شاف اعلان، ويعني قال الاعلان منمق وكذا كذا، وانه يعني هجرة وكذا كذا، ويعني كاتب له انه في حيكون في دفع وفي كذا، فقال يعني من باب هيك نحكي الضحك قدمتها بس هيك حطيت زي بعد مش على اللينك، بعت على المسج او كذا او حاط لايك او شو. فالتلفون بيحكوا معه مجانا طبعا، والحكي التلفون بنزل له زائد واحد وكذا، وبحاول يحكي معه ولطش له شويه كلمات انجليزيه على انا كذا، ويعني والله يعني الله يعين الناس صراحة يعني. الناس الإنسان بصل لما رح تصدق إشي زي هيك يعني، ممكن بكل بساطة بتكون اللينك زي هذا إذا ما كانش فيروس بتكون نصب واحتيال يعني. من هو دولة بدها تطلعك مجانا يعني؟ ليش تتجي مجانا يعني؟ ليش دولة من الجي 8 أو الجي 7 حاليا ليش تتأخذك مجانا يعني؟ بدون لغة وبدون إشي وبس تعال. وبعدين هذا موضوع عقد العمل يا جماعة، نحكي لكم بس اللي موجودين في كندا، يمكن أي واحد يحكي لك قد إيش صعوبة إيجاد عمل في كندا طبعا. يعني الموضوع مش سهل بهذه الدرجة. عمر بحكي لنا اللي هو بحكي عن مدينة موردن، صح لها شروط سهلة لكن مش لهالدرجة، بطلبوا آيلتس 5 ولازم تجيب عقد عمل في موردن عشان تقدر تعيش. شكرا. عقد العمل ما هو بأخذ عليه بوينتس أكيد يعني أتوقع. يب. يب. يعني بس أهم شيء إنه العرض مجانا بس محدود، ملاحظ أنت يعني؟ نعم يعني أقل ما في أما حكاية زي هذلك إنه نحن الأفضل، لست الوحيدين ولكننا الأفضل. بفضل الله. طبعا نتماع إحنا نضحك بس لأنه إشي ببكي صراحة طبعا يعني، هاي والله يعني مأساوي. خذ لك هذا خبر مفرح. هذا شوف حتى إيميجريشن وكندا مش عارف بأي لغة، هاي مش فرنسي إيميجرير؟ لا إيميجري فرنسي إيميجري. هذا شكلها من دول ما تطلق فرنسي. خبر مفرح للأشخاص بين 18 و 45 سنة، كندا تفتح باب الهجرة مجانا لمدة عام والحصول على العمل.
كيف التفاصيل مش عارف هذا يعني هاجر عام وبرد يرجع خلاص منتهي خلاص بدي انت تدبر حالك تعلن باب الهجره بدون اشتراط عقد عمل او لغه مش عارف منين بيجيبوها يا اخي نصر ده شوف 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 الخبر شوف الخبر الهجره الى كندا في ندوه صحفيه سابقه اعلنت مدينه موردن بالعربيه موردن الكنديه الى حاجتها بلا بلا هذا نفس اللي قرناه كوبي بيست ولم يسبق لأي دولة أخرى قامت بهذه التسهيلات بحسب ما ذكر موقع صوت كندا كما يعلم الجميع في مدينة موردن تبلغ مساحتها مش عارف فيه 9000 مثلا ضمن التسهيلات قامت بها أنها لا تشترط عقد عمل وهذا الغلط أصلا تشترط واللغة بطلبوا 5 زي ما حكى أخينا عمر شوف وحاطين لك طبعا صورة واحدة تحت الله أعلم على جذب الانتباه يب بس طيب انتبه بس دكتور لأنك أنت قاعد بتعرض هذا الإشي على هذا المبدأ بلاش إنه بعدين يجوا يأخذوها هون بيحكوا لك إنه اللي نشرتها موقع صوت كندا بعدين بيجوا بيحكونا كنار تي في نشرت هيعمل سكرين شوت كنار تي في نشرت هي موجود بكرة بكرة يقول لك أنت نشرت كمان هذه قمة المأساة كمان شوف هذا بقول لك عاجل تفتح باب اللجوء للمواطنين من الدول العربية هل تريد الهجرة إلى كندا عن طريق اللجوء أو الزواج أو الدراسة أو الحصول على عمل أو الإقامة؟ سوف يتم توفير سكن. كمان. وهو إذا متجوز بعطوك سكن مع المرأة. سوف توفير عمل لا يقل عن 1500 دولار شهري 100% هذا متواضع شوي. فرص العمل لجميع الأعمار بجميع المستويات الدراسية وكذلك أصحاب المهن. التسجيل مفتوح لسنة 2020 هذا كان يمكن السنة الماضية. فقط بس منشور قبل يومين شفت قبل يومين فقط قم بالتواصل هناك العديد من اسمع هذا أهم إشي هناك العديد من المشككين في مصداقية التسجيل ولكن الخطأ الذي يقع به الكثير من المشتركين هي عدم إتمام الخطوات بطريقة صحيحة لهذا لا نستطيع الاتصال بهم بسبب عدم إتمام الخطوات يعني هو بحكي لك عن 1500 دولار شهري يعني بالنسبة لبلادنا يعني مبلغ يعني واحد اللي بأخذ مثلا نحكي راتبه 300 أو 400 دولار ال 1500 دولار شهري وما مش راح يعرف انه اصلا دولار كندي هو مجرد نصف دينار بالأردن عندنا أو 55 قرش يعني بحسبه كدولار أمريكي ممكن أو كذا فبدريش انه مثلا وين بدروم عندنا هون بأوتاوا وين بدروم بدها 1500 أجار مثلا الرنت تاعها صحيح فيعني زي ما يعني حكيت انت الواحد بضحك من هيك مش عارف شو بيعمل يعني طيب بيستغلوا حاجة الناس بجوزوهم كمان عمر بقول لك خدوني عندكم بليز طبعا أختنا فتحية أهلا وسهلا فيكي الناس بتحب ينتصب عليها وهذا صراحة بتشعر انه اللي بقول له صدق هدول عصابة كاملة ومنتشرة في كل مكان للأسف الناس ما بتصدقنا لما ننصحهم وبتصير تعمل لك بلوك أريح إنه بريحوا اللي بعمل هيك أصلا يعني بعدين بالنهاية سبحان الله يعني إحنا بآخر الزمان يمكن علامات يوم القيامة الكبرى هي أو الصغرى بآخر الزمان إنه يعني يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويعني على نفس ما حكت الأخت هون إنه عن جد بحبوش يعني ذكرني بالمقولة اللي حكوها وقت إنهاء العبودية بأمريكا في اليو اس إنه رجعوا شو بهم يعملوا في ناس كتير شو بهم يعملوا فرجعوا لنفس المظلة فدائما في ناس خاص بتحب سبحان الله في شخص حكى لي زمان ما بدي أخذ هيك زي حب الدراق من شجرة جيران فبحكي لي ابن حال حرام يعني إنه ما الحرام هو في عندكم شجرة لقف من شجرتكم قول لا ما الحرام أسكت ايوه في ناس صح سبحان الله وهذا نفس اللي يعني نفس القصه نفس المبدا انه بيحبوا ينصب عليهم مزبوط طبعا هذا نفس الشيء هجره اونلاين مش عارف هذا مقاطعه كيبيك يعني نظام فعال جميع النساء عقود عمل بس هذا عنده تذاكر تذاكر طيران حاطط هذا بنضيف يعني ماخذها من عقود شكله ماخذ هذا من عقود بعض دول الخليج ومغير لكندا طبعا فيش عقد عمل في كندا يعني الا اذا كنت سي او يمكن يوفروا لك تذاكر طيران ولا شيء زي هيك طبعا هذا الموقع بعيد عن كل الطرق الزائفه كمان نفس الفيلم يعني اكيد اوه
طلع حاطين لك صورة الجزيرة. جزيرة كندا في حاجة. أوكي. طيب مختصون هجرة أونلاين، مختصون مبيعات ليرغب بدء عملية الترشيح للهجرة. أوكي مجاني 100%. شوف كيف بقول لك مجاني. طيب لا توجد أي مصاريف كبيرة للالتحاق، قم بالاطلاع بعد التسجيل سيتم المواصلة. طلع النصب هذه يمكن من الجزيرة. بس الكتاب لا مبين، الخط مختلف. الرئيس الكندي، أول شيء في كندا ما في رئيس، في رئيس وزراء، وزير ورئيس وزراء، ما في رئيس. كندا في حاجة إلى مليون عامل، مليون عامل. وطلع مبين على الخط، ملاحظ يا مبين إنه مش نفس الخط، فمبين أوضح كثير ومش نفس الخط، يعني ريزوليوشن تاعه مختلف تماما. يعني مبين طلع كلمة عاجل وطلع كلمة تحتيها، مبين مختلف تماما. صحيح صحيح. طلع النصب كيف يا زلمة، حاطين لك إيه على صورة الجزيرة. حتى اللي نصاب مش عارف انه في كندا فيش رئيس دولة. يعني ما هو هلا الناس معرفة يعني. طيب هذا نفس الاشي للراغبين، قدم الان فرصة لطلب اللجوء ممول بالكامل. نحن يعني كل واحد عنده شغلة، اشي بجوزك، اشي تذاكر سفر مجانا، هذا هون ممول مجانا، يعني كل واحد عنده شغلة. اهم شيء هذا اللجوء لكل دول، طلع بريطانيا، كندا، المانيا، امريكا، استراليا. تمام. ومنحة في شر البلية تبعي. طلع المنحة شو؟ مصروفات طلب اللجوء بالإضافة إلى الإقامة وتوفير تذاكر طيران كمان. كمان. تأمين شامل. الدول المستهدفة. تأمين الحياة ولا شو هذا؟ أوكي. الصومال، تركيا، إيران، قبرص، جيبوتي، جزر. هو ماخذهم عن ويكيبيديا. هذا يعني والله. بس بالله وقف دكتور، آخر موعد للتقديم متى؟ 30 غشت. شو غشت يعني؟ أغسط يمكن أصده. أغسط؟ شو دخل أغسط بغشت؟ مش عارف. أوكي. هذا الشهر اللي أي شهر بكون. اللي غشت علي. طيب ماذا؟ مرحبا بكم في برنامج الهجرة الدولي المقدم من طرف وزارة الهجرة الخارجية. وزارة الهجرة الخارجية. أول مرة بسمع في هالوزارة. هاي جديدة. هاي دمج وزارة الخارجية ووزارة الهجرة مع بعض. هذا سلخهم مع بعض. هناك العديد من المشككين في مصداقية المسابقة، الهجرة صارت مسابقة طبعا، ولكن الخطأ الذي يقع به الكثيرون، الكثير من المشتركون، هو عدم إتمام نفس ذاك. رغم فوزهم لا نستطيع الاتصال بهم بسبب عدم. أنت سعيد الحظ لدخولك الموقع في الوقت، شارك الآن قبل انتهاء الوقت. وطلع هتطلق عداد. هذا يعني والله إشي ما يضحك. والله شوف التعليقات تحت إذا في حدا معلق إشي. هذا واحد شوف شو كاتب. في البداية كنت متردد، لكن جريت بحكم إني لن أخسر شيء، ونشرت لكل أصدقائي في الواتس أب، وقد فوجئت باليوم التالي عندما اتصلت بي السفارة لاستلام التأشيرة للهجرة. يوم التالي. يوم مباشر على السريع. بس ما هذا يعني متواضع شوي، ما حكاش إنه حكى مع السفير مباشر يعني، فقال لك إنه يعني السفارة اللي حكت بشكل عام. يعني هذول شكلهم معهم من الشغل نفس حسابين ثلاثة ببعث من هون من هون. أوكي. هذا مستلم، حاطط صور إنه مستلم الفيز والمش عارف إيش. مش عارف هو حرام ممكن ماخدين صوره. الهجرة طبعا بطريقة قانونية ومجانية سارة بالحصول على الجنسية. هذا خلص سريعا جنسية مباشرة، وجلب العائلة مباشرة بعد نهاية سنة 2020 مطلوب في سنة 2021. يا أخي هذا متواضع. 950 ألف بس طالب. هو قبل يوم هذا ناشره، بس بعده بحكي بعد نهاية سنة. بعد نهاية سنة. أوكي. سارع للتسجيل عبر الموقع قبل نهاية. تذكر أن جميع المصاريف مدفوعة، راتب وسكن يصل إلى 4300 دولار، يتم قبول الجميع كيفما كان المستوى اللغوي والدراسي. التسجيل الترشيح مجاني ولا يوجد أي مصاريف. بعدما تقوم بالتسجيل سيتم التواصل معك. توضيح، نريد أن يصل هذا الإعلان لأكبر عدد من المنخرطين لكي يلتحق الجميع للعمل في أقرب وقت ممكن. هناك العديد من المشككين نفس الكلام. وفيه إعادة بنفس الكلام، بس هذا قلل لك إياهم ل 9500 ألف، بس زاد لك الراتب شوي. يا زاد الراتب. بيلعبوا بالأرقام وبكمان شغلة كوبي بيست، لكن بيلعبوا بالأشياء هاي. ماذا بعطيك جنسية على السريع، ما فيش داعي لأي شيء. ما فيش داعي تقيم هنا
ثلاث سنوات أو. طيب هذا للسويد يعني، بس قلت أنا بدي أحطه عشان تشوفوا برضو كيف طريقة النصب. عاجل سارع وافتتاح باب التسجيل ولكل المهتمين مجانا، العرض يخص الجميع بدون استثناء ومجانا. تعرف على طريقة التسجيل، نحن نساعد الجميع بشكل مجاني بدون طلب أي مقابل مادي، فلا تنخدع لأي شخص يطلب منك دفع مبلغ مع نقدي. طب أنا بدي أحكي لكم كيف بنصبوا هدول. يتم القبول للجميع، تصريع عمل، توفير تذاكر. شكلهم نفسهم هدول، لأنه كيف ما نفس الكلمة مر هون ونون، نفس المجموعة عاملة كذا مجموعة. أتفضل دكتور. هدول بقول لك أنا بديش أخذ منك مصاري، بس السفارة بدها رسوم الفيزا $1,000، بدها رسوم تصديق وترجمة شهاداتك $500، وطالبين منا رخصة سواقة دولية. انت بقى معك خلينا نطلع لك واحدة، مش عارف ايش مش عارف ايش، باخذوا من هذا $1,000 ومن هذا $500 ومن هذا $600، وللأسف لا حياة لمن تنادي. هذا لو تقرأها بس دكتور انا شوية نشيف ريقك من المواضيع. اوكي رسميا 2021 اوكي، مطلوب في سنة 2021 مليون شخص للعمل في كندا بطريقة قانونية ومجانية، مجانا، اهم شيء مجانا، تكرر 20 مرة. دخل شهري يفوق $3,000، ستحصل مجانا على عمل وفيزا وسكن وتأمين، تأمين صحي اتوقع بقصده. فقط قم بالتسجيل وسوف نتصل بك في نفس اليوم، ما بتأخروا، سريعين، مفعولهم سريع. يتم قبول جميع المستويات ولا يهم اللغة والسن، جميع التفاصيل ها هنا، كل هذا مجانا، لكن العرض محدود. إذا كنت تريد الهجرة إلى كندا للعمل أو الدراسة فننصحك بالتسجيل من هنا مجانا، وسوف نتصل بك في أقرب وقت. طب قبل شوي كان بكرة بدهم يتصلوا فيهم، بطلوا صرفوا ساهم في نشر مع أصدقائك يستفيد الجميع. دكتور بدي أسألك، عمرك سمعت هون في كندا أي عقد عمل بعطوا معاه سكن؟ لا ما مر علي والله صراحة، ما بعطوش شون، فيش إشي اسمه بدل سكن زي دول الخليج مثلا، لا ما في هذا الشيء، ما في نهائيا، مر علي نهائيا ولا إشي اسمه تذاكر طيران مجانية ولا. اوكي ثانية برضو، يتم جميع القبول، عمل نساء، نفس الكلام، توفير تذاكر للتسجيل، قدم هنا العمل في كندا بدون شروط ودون دبلوم وبدون شرط مالي، يعني نفس النصبة ونفس الحكي. احط لك صورة هون عشان يجذبوك، يعني صورة انا بديش ابينها للاسف يعني. هاي هي هذه لحد الان اشطر واحد اللي جاب سيرة الزواج. ايوه اشطر يعني جديدة. هذا برضو كيبيك نفس الكلام، التسجيل، وحاطط لك صورة جاستن ترودو فرحان بستنى بس في حضرتك وحضرتي عشان ندخل كندا. هذا رسميا مطلوب نفس الأرقام، دخل بدناش نعيد كله، هذا مجانا لكن العرض محدود، سوف نتصل بك. دخل شهري، تحصل على فيزا، مطلوب في سنة مليون شخص للعمل في كندا بطريقة قانونية، كل هذا العمل ينشنها هون على موقع يو اس اتوقع، فهي نفسها يو اس فيزا يعني العبوا هون وهون. هذا برضو نفس الاشي، فعال. هذا $1,500 هذا ابو الزواج، انتبه. الزواج نعم او الزواج مهم. يس هنا محطوطات هون النساء هيك باترينات، وانه تعال من جوزك يلا بقول لك بس تعال بستنوا فيك. هاي هي هذا نفس الاشي، بده الراتب هون 3000، تذاكر طيران مجانية، نعم تذاكر برضو مجانية، يومين اجازة، تأمين شامل، سكن، اقامة، عدد ساعات العمل 7، لا يشترط الخبرة، الاستفادة من الإقامة الدائمة، العيش والعمل أو الدراسة في أي مكان، أحصل على الحماية بموجب القانون والحقوق والحريات، تجلب أقاربك، كل العيلة بتقدر تجيبهم معك، يعني حتى أولاد خالة أمك تقدر تجيبهم، بطلعوا بالبيك أب من وراء. المهم بعد قضاء وقت كافي كمقيم. أطفالك المولودين يحصلوا على جنسية، هذه يمكن الشيء الوحيد اللي بحكيه صح.
يعني قد ما في نصب لا هاي شيء ثاني. تحذير كتب احدهم في جروب انه عربي يحمل جنسيه كنديه. شوف هاي النصب، هاي نصب جديد، هاي من اخت بعثت لي اياها، عربي كاتب انه بيحكي انه عربي معاه الجنسيه الكنديه مقيم في كندا ويرغب بالزواج من بنت من بلده، وعلى من لديها الرغبه بالزواج منه تتواصل معه على الواتساب ووضع رقمه. أكتب هذا المنشور للتحذير أن هذا تصرف مشبوه وثمت نوايا خبيثة كالتغريد تغرير والإيقاع في حبائله، خاصة أن حسابه لا يتضمن أي دليل أنه حقيقي. فلازم تنتبهوا يا جماعة من حتى هاي العمليات النصب، يعني شوف لوين ممكن يستغل الناس ويستغل تجارة الأعضاء موجودة كثير، يعني اللي بحضر المنتديات هون حتى هون يعني بحضروا منها موجودة، يعني تجارة البشر وتجارة موجودة بقوة للأسف على طريق نفس مواقع النصب هاي. لا يعني بضحكوا على العالم والله يا دكتور، بضحكوا على العالم. يعني هاي. المختصر يا جماعة اللي احنا حابين نحكي اليوم انه صراحة الموضوع النصب كتير وخاصة على الانترنت. بدنا نحكي للجميع تحذير منا ومن جميع اللي موجودين هون، انتبهوا من النصابين، ما في إشي سهل. يعني الهجرة واضحة وموقع الهجرة واضح، الكلام اللي بنحكى هذا وهذا حكالي وهذا قال لي وهذا سوالي، يعني أبسط ما فيها إذا أنت مش قادر تقرأ الإنجليزي اللي موجود على موقع وزارة الهجرة فمش عارف كيف بدك تسوي هجرة. يعني هذا أبسط الكلام، يعني جوجل ترانسليتر بترجم لك الموقع كامل أقل ما هي بتاخذ فكرة. طيب يعني سريعا بدنا نسمع بس عبد الله المساعيد بيحكي، دكتورنا لو تسمحوا لي دكتور عبد الله المساعيد من الأردن ساسكاتشوان، تنصحوا فيها كمعيشة وعمل؟ شوف أنا بدي أجاوب السؤال هذا دكتور عبد الله. أصعب سؤال يمكن تسأله لواحد عايش في كندا أي أفضل مدينة أسكن فيها؟ أقول لك ليش. يمكن دكتور عبد الله بحب المدن الكبيرة وأنا بحب المدن الصغيرة، يمكن دكتور عبد الله عنده أولاد يدخلوا الجامعة فلازم يسكن في مدينة فيها جامعات، أنا مثلا عندي أولاد صغار ممكن أسكن في قرية. دكتور عبد الله بيشتغل مثلا في قطاع معين الاي تي مثلا، كل شركات الاي تي موجوده في مدينه معينه اكيد بيروح على هذيك المدينه. المدن انا بحكيها المدن الصغيره في كندا ارخص، اسهل الحياه فيها من ناحيه الحركه، ولكن بنفس الوقت العمل فيها اصعب، ما بتلاقي صعب. المدن الكبيره زي تورونتو اغلى، الحياه فيها اصعب لانه المواصلات والهاي، وطبعا مستوى الجريمه والهاي، ولكن العمل فيها اكثر. فميزان يعني، وننساش انه كندا كبيره كبيره جدا. يعني بس تحكي لي مثلا شو رايك باونتاريو؟ طب ما هي اونتاريو مثلا مساحتها مليون تقريبا 100 الف كيلو متر مربع، يعني تقريبا حوالي 11 او 12 مره مساحه دوله زي الاردن مثلا. فما بقدر احكي لك انه ايها افضل بداخل المقاطعه، بس هو زي ما تفضل الدكتور جمال، يعني هو انت روح على المدينة بتلاقي فيها شغل بكل بساطة، محل ما ترزق الزق الزق، بس تروح تلاقي شغل بالمدينة، انت مجال تخصصك بس تلاقي شغل بالمدينة هاي لزق فيها، وبعدين وقتها بس تقعد وتشوف شغل، وقتها بس تبحث والله انا بدي زي ما تفضل الدكتور مدينة اكبر اصغر، بدي مدينة اقل برودة، بدي اروح والله على الوست على الغرب على اساس المطر، ولا بدي اروح لفوق عشان بحب الثلج كثير اتجمد لشوي يعني. وتعرف دكتور هذا نفس الحكي اللي بنحكي، اللي مهاجر مثلا من دولة عربية لكندا مش مستحيل انه يهاجر من مدينة لمدينة، يعني اللي اجى على مدينة ريجاينا مثلا في ساسكاتشوان وما عجبته بعد سنة بيقدر ينقل على مدينة تانية. يعني انا جيت على مونتريال بعدين قلت انه حاليا باوتاوا وما بقدر، ممكن السنة الجاية يكون منطقة ثانية. يب يعني شيء طبيعي. طبعا عمر بحكي لنا شغله مهمه انه عن موضوع القرعه، في ناس بفكروا انه كندا فيها قرعه زي امريكا، لا كندا ما عندها لوتري للجرين كارد زي امريكا نهائيا. عندنا في
قرعة داخل البول، هاي الناس اللي بتخدع فيها للإكسبرس انتري، وهاي بياخذوا أرقام معينة ولا طريقة معينة، مش هيك عشوائيا زي أمريكا. فنهائيا كان في قرعة أتوقع هي لل كمان للم الشمل بما يتعلق بالآباء والأجداد أتوقع، يا هاي أتوقع في حاليا. نعم أنا متزوج من كندية، أريد أن أعرف كم تستغرق أو تحصل الفيزا، وهل هناك طريقة أسرع؟ خليل، أنا والدكتور مش مستشارين هجرة، ولا حتى مستشار الهجرة بيعرف قديش بتأخذ الفيزا. على حسب الموقع تبع وزارة الهجرة بيحكوا من سنة لسنة ونص، بس الآن موضوع الكوفيد الله أعلم. في طريقة أسرع؟ ما في، لا ما إذا ما يعني هي أنا عملت شخصيا، عملت لم شمل لزوجتي يعني وأخذ، فهي بيختلف الوزارة تجي بتحكي لك زي ما تفضل الدكتور هم لكن بيعتمد كمان مين مسك ملفك. يعني أحيانا في ناس يمكن أسرع شوي من ناس تانيين، بيعتمد يعني أحيانا بيكون ضغط، إذا كان فترة التقديم هاي في ضغط، مثلا تقدمت من دولة نحكي مثلا من الأردن، في ضغط، في ناس كان بيحولوا ملفاته مع دول أخرى عشان يخفف الضغط. هلا إنه أنت حدا يتدخل يسرع الإجراء، لا، بدك أنت إجراءاتك تكون أسرع، رتب ملفك 100% زي ما هم كاتبين، ورقة ورقة، ما تزيدش وتحطش، يعني تغيرش أي إشي 100%. اقرأ كيف التفصيل، إنه هاي الورقة فوق ما بديش كبس، بدي شنكل، اعمل زي ما بدهم، فهذا بسهل كثير، وخلي ملفك دائما كامل وحكيك مظبوط ويعني هونست. عمر بحكي بشغلة هون، أنا بقول لما بطلبوا منك مصاري أعرف إنهم نصابين، بس طبعا في مكاتب ثقة. أنا بس حابب أوضح شغلة مهمة، إنه إحنا ما بنحكي عن مكاتب الهجرة، مكاتب الهجرة المرخصة من كندا هدول في قانون بحميك وبحميهم، وفي قضاء ممكن تلجأ إليه، بس هدول اللي شفتوهم هدول نصابين، هدول 100% مش مكاتب هجرة مرخصة، ولا بيعرفوا شو هي الهجرة أصلا، يعني من الكتاب اللي بكتبوه. يعني لو في مستشار هجرة بده ينصب عليك، بنصب عليك بطريقة صح، أما هذا نصب يعني هبل صراحة. يعني طريقا أرجو أنه ينفهم وضعنا، اللي بده يروح على مستشار هجرة لازم يروح على مستشار هجرة مرخص، في حال لا سمح الله صار معك ومعاه مشكلة في قضاء وقانون، وبتقدر تأخذ حقك حسب القضاء والقانون الكندي. وبعدين بقدر يدخل على الموقع بشوف انه مثلا المصاريف المطلوبة، يوم يحكي واحد يحكي لك مجانا، ما في شيء مجانا، في ما بدله تقريبا قديش صار حاليا 400 دولار او شيء زي هيك، بدل نظر في ملف غير مستردات، ما بتدفع بعد هذول يسترد اذا لم تحصل على الفيزا. يا في هون سؤال او شيء بيحكي، اكثر شيء بنصبوا فيه اللي هي فرص العمل. في مرة واحد حكى عندهم شركة اسمها إيسو وطالبين موظفين، لأنه وصل الطلب والقبول مضمون مع البيت والتذاكر، حكيت لهم هاي أصلا محطة بنزين ومستحيل يطلبوا خارج كندا. شوف لو يعني لقين اسم لقوا كندا، سبحان الله. هاي إيسو محطة بنزين يا جماعة، يعني طيب المشكلة لما تشرح للأشخاص في البلاد مثل هذه الإعلانات كذب ولا يمت للحقيقة بصلة، بفكروا إنك ما بدك تساعدهم. يعني وإحنا عشان هيك عاملين هذه الحلقة باسمكم، يعني أنا لما قدمت للهجرة لكندا كنت خريج جامعة ومعي خبرة وعمل، وكنت أعمل بوظيفة مرموقة بدبي، وطلبوا مني امتحان آيلس 6، وأخذت معي 6 سنوات. يا إخوان كل هذه الإعلانات للفت الانتباه للأشخاص بدون ما يتعلق بقشم. هاي صفحة نصب، يلعن أبوكم على أبو درعة يلي كنت حاويتكم، والدرعوية يلي بنوفا سكوت، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الجالية الحلبية في هاليفاكس. طيب شكرا لك. الناس اللي ما بتحكي الحقيقة، كندا فيها سلبيات كبيرة، فالواحد مرتاح ببلده، نصيحتي ما يجي. يعني معك حق، ولكن معظم الناس اللي بتيجي للأسف من مأساة ويعني وضع صعب. كندا فيها سلبيات ولكن فيها إيجابيات، خلينا نعطي كل ذي حقا. طبعا عملية النصب يتم، أوكي هون ممتاز عم بحكي كيف عملية النصب،
يتم إبلاغي عملية النصب بتتم ابعث لي مبلغ $1,000 ابعث لي مبلغ لأفتح لكم رقم ملف مبلغ $1,000 ابعث لي عشان أعطيك الكونفرميشن مام وفعلا يقدموا طلب ابعث لي مصاريف البريد وابعث لي مبلغ الأوراق ويعني النصاب بيطلع له 3,000 من المسكين وما بعطوه ولا إشي والله المستعان. هيك شايفين كيف النصب؟ طبعا هو من حق الطالب الأجنبي بيدرس في كندا أن يقدم إلى هجرة قبل أن ينتهي دراسته تفاصيل لو سمحتوا. الطالب حسب ما حكى مستشار الهجرة بعد ما يخلص الهجرة بعد ما يخلص الدراسة إذا كان بدرس في designated schools يعني مش كل المدارس والكوليجز لازم يكون من ضمن الكوليجز اللي بتعترف فيها الإميجريشن تبعت مش الشرط ممكن يكون كوليج معترف فيه في كندا ولكنه غير معترف فيه من وزارة الهجرة بعطوه سنتين work permit مفتوح هو بيقدم مش بعطوه again هو بيقدم فإذا وافقوا له بعطوه سنتين work permit وبعد السنتين بيقدر يقدم على الهجرة فهي الموضوع مش دايركت. كان في قانون بدوش إذا تغير في بالكيبك هو مش هون فقط في الكيبك أنا بتذكره قبل 5 سنوات ما بدري إذا غيروه إنه إذا أنت كنت طالب واشتغلت فول تايم لأمنت عقد عمل فول تايم لمدة سنة 12 شهر كاملين فول تايم فهون لك الحق إنك تقدم وبس تقدم بشكل عام يعني بعطوك الإقامة بسرعة هذا كان اللي بعرفه قبل 5 سنوات بكيبك هو الكيبك لها قوانين تختلف بس طبعا. عشان طيب دكتور أنا في يعني تقريبا حكينا كل اللي عندنا في آخر اللقاء بدي منك هيك توصية للمشاهدين الحبايب يعني هي الواحد يكون فقط باختصار واعي مدرك يعني واحد يجي يحكي لك مجانا طيب مين إشي بيعمل يعني إشي مجانا زي هيك يعني هو بيدفع عنك الرسوم بيترجم لك الأوراق بيعمل لك كل إشي هو منه لله وأنت ما بعرفك ولا بتعرفه يعني أوكي الخير موجود الخير موجود في أمتي إلى يوم القيامة الخير موجود في ناس كتير بتحب تساعد لكن كل إنسان بيقدر يساعدها مثلا والله ممكن أطلب من الدكتور والله ساعدني بشغلة معينة الدكتور مثلا بتكلم لغة معينة ساعدني بترجمة ورقة معينة هيك بس أفهم إشي ساعدني بشغلة هيك تعباية طلب معين والله في ناس بتساعدك أما إنه تحكي لك إنه بيعطيك من الألف للزد مجانا يعني هون بدك تعرف إنه فيش إشي اسمه مجانا يعني الهجرة لكندا في بدل رسوم بدل ملف في رسوم فيزا في ترجمة أوراق وأوراق معتمدة في نظام بوينتس تمشي عليه كل إشي له بوينتس وبالنهاية بس تيجي على كندا أول ما تيجي بدك تكون مأمن نفسك لمدة 3 أشهر يعني تكون عندك بحسابك مبلغ معين كمان فيعني إن الواحد شوي هيك يحاول ينتبه وأنا بقى أنا يعني بصفتي هون مقيم يعني وفي ناس كتير أنا بعرف إنهم بيعانوا نفس المعاناة إذا حدا حكى معك أنا طريقتي صارت بالنهاية لأن صارت الناس تزعل بس تحكي لهم الصح صرت أعطيهم موقع الإجراء أحكي له أنا هيك كيك اللي بعرفه أنا مش مستشار أنا بعرفه كيك الإجراءات اللي مشيت فيها هيك كيك كيك نظام بوينتس وأنا مساعدة مني حاطيك موقع الهجرة الرسمي مش أي موقع نصب هاي موقع الهجرة وهاي اللينك اللي بتقدر تعمل فيه إيفالويشن لحالك اعمل السيرفي عبيه وهذا موقع الهجرة وتم التواصل معهم مباشرة يعني أنا ما بعرف يعني حتى لسه قبل 2 أو 3 أيام كمان تواصل معي شخص أخونا من سوريا مقيم تركيا ويعني بيشكي عن الوضع كذا وكله والله أنا ما إذا الأمم المتحدة مش مسجلتك أنا شو بدي أقدر أعمل لك يعني فما بقدر أعمل إشي يعني أنا بحكي لك إنه هاي الموقع الهجرة ودور فيه وشوف شو بصير طيب يعني مرة تانية بنحكي للجميع انتبهوا من النصب والنصابين المصاري اللي بدك تعطيها للنصاب أولادك أولى فيها ما في شيء بيجي بلاش وهذا اللي بيضحكوا فيك بجروك انه بلاش ببلاش الهجرة لكندا عليها فلوس تدفعها للحكومة مبالغ مش كتيرة من 3,000 ل 5,000 يمكن بطلبوا مبالغ تكون عندك في الحساب البنكي بطلبوا منك لغة بطلبوا منك خبرة بطلبوا كتير شغلات فانتبه من الكلام اللي بنحكى والتزيين تبع الكلام هذا نصيحة تروحوا زي ما حكيت مرة تانية على
وما حكى الدكتور، احنا مش مستشارين هجرة، روحوا على موقع الهجرة الكندي او استشيروا مستشارين هجرة مختصين يعني موثقين من قبل الحكومة، حيث انه لا سمح الله صار معك اي شيء او معهم اي شيء تقدر تكون في فصل حكومي بين. اما واحد مش مكتب ولا نصاب الحكومة كيف بدها تساعدك؟ اوه في واحد بقول لك علمنا فرنسي سيفو بلي. سيفو بلي في عندنا طبعا، في عندنا كل يوم ثلاثاء الساعة 5 بتوقيت شرق كندا بتوقيت اوتاوا، في عندنا حصة لغة فرنسية، حيكون شوية انقطاع يعني بفترة رمضان اكيد لانه فترة الافطار، لكن بنرجع لكم ان شاء الله اكيد طبعا بعد رمضان ان شاء الله. وهذا شرف لي اصلا يعني الواحد شارك مع الدكتور جمال والنخبة مع في قناة كنار تي في. وصراحة الدكتور عبد الله عنده كل يعني صار عامل حوالي 16 حلقة 17 حلقة إلى الآن، كلهم موجودين على كنار تي في لايف يوتيوب، تقدروا تدخلوا على البلاي ليست في الأعلى، تدخلوا على اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها، بدأ من البداية، تقدروا تحضروا الحلقات من الحلقة الأولى، تابعوهم بالتسلسل لأنه هم لغير الناطقين بها، فهو يعني بدأ بالتسلسل بالخفيف بالخفيف، بعدين كيف الـ يعني أنا تعلمت كتير شغلات صراحة منه، يعني مشكور كتير دكتور عبد الله، يعطيك الله يسعدك إن شاء الله. الله يسعدك، بالنهاية هذا تخصصنا يعني الواحد بحب يقوم بساعد جاليته هون ومجتمعه، يعني بالنهاية إحنا كعرب هون هذا مجتمعنا، صار هاي إقامتنا هون ومجتمعنا هون وجيراننا وأهلنا، يعني إذا الواحد يعني بعيد الشر صابوا إشي لمين بيروح؟ دروا على أصدقائه اللي هون وعجاليته اللي هون، وما شاء الله يعني الجالي هون الواحد دائما كله فخر فيها، جالي صراحة كثير كويسة وكثير جميلة ومتعاونة نوعا ما يعني، بس متعاونة جميلة يعني وعلاقات طيبة إن شاء الله مع الكثيرين إن شاء الله. بس بحب أشكر أستاذ سامي لطيفة دكتور بنا، الله يسعدك إن شاء الله، هذا من بعض لطفك، الله يسعدك إن شاء الله يا رب ويحميك. في النهاية احنا بنحكي للجميع تصبحون على خير، نتمنى لكم كل التوفيق ونراكم في حلقات قادمة. السلام عليكم. السلام عليكم، تصبحون على خير.